وقل رب زدني علما. وحقيقة ذكر الإمام السفاريني في شرحه في تعريف مطرف بن عبد الله قال: مطرف تابعي فقيه ثقة له فضل وورع وعقل وأدب. هذه صفات ذكرها الإمام السفاريني في وصف مطرف بن عبد الله. الذي يلفت النظر هذه الصفات معروفة: فقيه ثقة له فضل وورع، لكن الملفت للنظر هو ذكر العقل والأدب، وهذا كثيرا ما نفقده في هذه العصور إلا من رحم الله. فالناس يحتاجون إلى عقل وأدب. لما أثني على هذا التابع الجليل بالعقل؟ لما لم يكتفى بالفقه؟ قد يوجد الفقه، ولكن الإنسان إن لم يكن له عقل يضبط أموره، متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يفتي ومتى يحيل لغيره، فإنه سيخوض في كثير من الفتن. ولهذا ينبغي لطلاب العلم تعلم العقل كما يتعلمون الفقه، وهذا مهم جدا. يعني قد يكون إنسان عنده علم لكنه لا يحسن أن يضبط هذا العلم، فإن العلماء والفقهاء لهم تعقل مع هذا، فقد يكون المقام مقام سكوت أو حديث أو إعراض، وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس، مثل ما نلاحظ الآن بعد انتشار المعلومات واطلاع كثير من الناس على ما دون في الكتب قديما من بعض الأقوال الشاذة، وقد تكون أيضا بعض الروايات الضعيفة والمنكرة، فيأتي بعض من ليس له عقل فيخرجها ويقول هذا موجود في كلام الناس، هذا موجود في كلام العلماء، فيحدث فتنة. فهذا مما ينافي العقل، أن الشيء المغمور أو الذي ليس للناس اطلاع عليه لا ينبغي أن يظهر ولا ينبغي أن يخرج بين الناس. كذلك لو كانت هناك فتنة قديمة وقد نسيها الناس فلا ينبغي أن تبعث وتثار المسألة بعد أن كانت منسية. فهذا مهم، وهذه من الفوائد المنهجية المسلكية التي ينبغي لطلاب العلم التنبؤ لها. وكذلك الأدب، فإنه زينة طالب العلم وهو سبب للخير ولتوفيقه ولكذلك لتقريب أهل العلم له، فإن الأديب مقرب للعلماء محبب إليهم.